عبد الرحيم علام وضيفنا الأستاذ محامي عبد الصمد الإدريسي النائب الأول لمنتدى أو لرئيس منتدى كرامة. أستاذ الكريم تفضل. نعم وفاء، مشاهدينا الكرام بعد هذه التصريحات نعود لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الصمد الإدريسي النائب الأول لرئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان. أستاذ عبد الصمد الإدريسي، قبل قليل السيد عبد الحق العربي رئيس اللجنة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية تكلم عن اكتساح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في بعض المناطق حسب معطيات أولية، لكن في نفس الوقت تكلم عن خروقات شابت العملية الانتخابية في بعض المناطق في انتخابات لنهار اليوم. أنتم على رأس منتدى كرامة لحقوق الإنسان من ضمن الهيئات الوطنية والدولية التي أشرفت على مراقبة الانتخابات لنهار اليوم، يعني كسؤال، كيف تتبعتم هذه الخروقات وماذا غطيتم في مراقبتكم لهذه الانتخابات؟ أعطينا كل جهات المملكة، الجهات 12 بحوالي 150 مراقب اللي كتغطي حوالي 46 إقليم، معنى ذلك أكثر من 50% من أقاليم المملكة. تواجد الملاحظين المستقلين للانتخابات المعتمدين من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في كل جهات المملكة في أكثر من 50% من الأقاليم جعلنا أن نكون صورة واضحة على الطريقة التي مرت بها هذه الانتخابات سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال يوم الاقتراع. نعم أستاذ عبد الصمد الإدريسي، في حقيقة كيف تقرؤون هذه التجاوزات من الناحية القانونية؟ أولا أتكلم على التجاوزات، هي تجاوزات كثيرة، يمكن أن أقول أنها تعدت الحدود التي كانوا يمكن أن نتصورها، بحيث أنه لاحظ نبقى معك أستاذ عبد الصمد الإدريسي حتى يتم إصلاح هذا العطب التقني. تحدثتم عن مجموعة من التجاوزات وكيفية يعني قراءتها من الناحية القانونية. نبقى معك أستاذ عبد الصمد الإدريسي، تفضل. كنظن بقي قلت بأنه كاين إشكالات كثيرة سجلناها، من بينها أنه رؤساء مكاتب التصويت في كثير من الأحيان يتجاوزون الاختصاصات الممنوحة لهم، بحيث أن كثير منهم كانوا كيدخلوا مع المواطنين مع الناخبين إلى المعزل ويقومون بإرشادهم في عملية التصويت، وهذا ممنوع على رئيس مكتب التصويت لأن دوره محدد بمقتضى النصوص القانونية بمقتضى القانون التنظيمي لمجلس النواب. بل أكثر من ذلك أن العديد من الناخبين عندما يتسلمون الورقة الفردية للتصويت عدد منهم لقوا بأنه سبق أن صوت فيها، معنى ذلك أنه كتعطى الناخب الورقة كيدخل المعزل كيلقاها مكوشية كما كنقولوا. على الأقل عندنا 6 ديال الحالات في مدينة الفنيدق اللي خداو الورقة ديال التصويت مصوت، يعني سبق ووضع فيها الخط. بل أكثر من ذلك وهذا أصبح أمرا معروفا ماشي احنا فقط في منتدى الكرامة، اللي لاحظناه هو الدور الغير المقبول والمخالف للقانون واللي كيمس للاسف نزاهه العمليه الانتخابيه اللي قاموا به اعوان السلطه ورجال السلطه، بحيث انهم اليوم كانوا فاعل رئيسي في العمليه الانتخابيه طيله هذا اليوم. تضييق على الملاحظين، تضييق على المراقبين او ممثلي المرشحين في مكاتب التصويت، والدعوه دعوه الناس للتصويت لحزب معين، بل جلب الناخبين، وهذا دور يتعدى اختصاص المقدم، يتعدى اختصاص العون السلطة، يتعدى اختصاص رجل السلطة. هذا تدخل من رجال السلطة من أعوان السلطة غير مقبول في العملية الانتخابية. للأسف الملاحظين
المعتمدين من منتدى الكرامة وحقوق الإنسان سجلوا هذه الخروقات، سجلوا خروقات كثيرة غيرها ربما لا يسع المجال لذكرها، لكن خروقات كثيرة سجلت خلال الحملة وسجلت اليوم بشكل أكثر فضاعة. أستاذ صمد الإدريسي، أنتم كمنتدى كرامة إيش هي الخطة المقبلة أو الإجراء اللي ممكن تأخذوه في الرد على مثل هذه التجاوزات؟ إحنا كمنتدى كرامة وحقوق الإنسان عندنا دور ديالنا، المراقبين المعتمدين من المنتدى هم مراقبين المعتمدين من مجلس الوطني حقوق الانسان، بطبيعه الحال كيقدموا الملاحظات ديالهم كيدار التقرير التركيبي، لكن حنا كمنتدى درنا واحد العمليه خلال الانتخابات الجماعيه ديال 4 سبتمبر 2015، وانه جمعنا كل الملاحظات اللي داروها المراقبين المعتمدين ودرنا تقرير تركيبي خاص بمنتدى الكرامه. اليوم ايضا نحن بصدد جميع الملاحظات التي سجلها المراقبون المعتمدون من منتدى كرامة حقوق الإنسان، والتي أيضا لاحظها مناضلو المنتدى، وبطبيعة الحال سنصيغ كما فعلنا في المرة الفارطة سنصيغ تقريرا تركيبيا لنبين مدى الخروقات التي تم اقترافها ومدى التجاوزات التي سجلت، ونحن بصدد هذه الانتخابات اللي كنعتبروها انتخابات مهمة في تاريخ المغرب، واللي من دورنا احنا كمنظمة حقوقية اللي هي منتدى الكرامة وحقوق الإنسان أن نحرص على النزاهة وأن نحرص على الديمقراطية وأن نحرص على شفافية العملية الانتخابية. نعم أستاذ عبد الصمد الإدريسي، نشكرك على حضورك معنا، أنت النائب الأول لرئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان، شكرا على حضورك معنا هنا بلاطو. سهرة النتائج أكيد، سهرة النتائج ما زلنا مستمرين هنا في المركز أو المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، مستمرين في التغطية في الحصول على النتائج الأولية للنتائج الاستحقاقات التشريعية. أكيد مشاهدينا الكرام سنبقى مع مجموعة كما قلت مع سننتقل إلى الخلية المعلوماتية لتتبع نتائج الفرز، لكن نبقى مع هذا الفاصل ونعود إليكم مشاهدينا.